الاعتقاد الجمعي العام ان البكريا الكتيله هي البكريا التوعيه، دونك الصفه ما بقاتش الصفه شي حاجه بقات المنخرطه، وهنايا كاين واحد الفارق قانوني واش المنخرطه من حقهم انهم يدعيو الجمع العام غير عادي ولا ما منحقهمش، واش الرجوع للماده 21 اللي كتقول خص الثلثين نديرو على الجمع العام غير العادي. المهم كانت نقاشات مطولة من الناحية القانونية، بس كل مادة 21 كتقول النصاب القانوني كتهضر على الأعضاء المنخرطين على المنخرطين خصهم يديروا واحد اللائحة ويطلبوا للرئيس. دابا حنا حتى هذه المادة الرئيس ما كاينش، واخا كاع هاد المنخرطين غادي يجتمعوا يجمعوا الثلثين لما غادي يقدموا هاد الطلب ديالهم باش يعقد واحد الجمع العام غير العادي. دونك بقينا في واحد الفراغ قانوني اللي شوية حسنا فيه. درنا هذه اللجنة، من بعد الناس بقات كتهضر على هذه اللجنة غير قانونية، لأنها ما نبطقتش على جمع عام غير عادي، ولكن كانت تختارت بين المنخرطين اللي كنا حضرنا يوم السبت 12 جوج 2023، واختارونا المنخرطين على أساس أننا نقوموا بالتحضير والدعوة إلى جمع عام غير عادي من أجل تعيين هذه اللجنة. دونك الحاجة المهمة اللي بغيت نقولها وهي أن كاين واحد الفارق إداري وقانوني، واللي القانون الأساسي نتاع المولودية ما كيهضرش عليه نهائيا، دونك خصنا نرجعو للقانون العام اللي هو قانون الجمعيات. دونك لهذا الشيء باش الناس حتى واحد ما يقدر يقول لك راه الجمع ما دارش لي دوتيير ولا دار لي دوتيير، باسكو البارح سيتي اون جورني تري ديفيسيل باسكو المنخرطين حتى واحد كان يتحمل المسؤولية ديالو، كلهم عيطنا لهم، كلهم قلنا لهم الله يخليكم باش نسولو الوضعية ديالنا مع السلطة من طرف الترخيص تاع القيام بهذا الجمع العام، حتى واحد ما جانا من غير خمسة الناس، جوج سنياوها من الدار البيضاء وسكراوها وصيفطوها لنا، وثلاثة الناس اللي كانوا هنا في وجدة اللي سنياوها اللي من بينهم أنا والوراوي إدريس والمداري. اما جميع المنخرطين حتى واحد ما نطق، اللي يقول لك راني جاي الساعه وسناني، اللي يقول لك راني بعيد، ولكن هذا ماشي معقول. هاد القضيه تاع التهرب من المسؤوليه على الاقل الوضعيه اللي كتعيشها المولوديه وضعيه اللي ما عمرو عاشها شي فريق يمكن في المغرب، سوف يؤكد ولا ننفي هاد الهضره اللي كنقول، ولكن هاد الوضعيه الشاده اللي راه فيها الفريق المولوديه مع مراد اعتادي اسحب ما قلت اسحب انا قلتها القانون، قلنا ودي الاخوان داخل القاعه شكون من المنخرطين باغي ترشح؟ حتى
داو احنا وغيت رشنا كاين ولا لا؟ ايوا مسؤوليه المنحرف داو احنا وغيت رشنا هذا هو طلبنا من الاخوان باش ندار الجنان والثلاثه للتسيير وتدبير امور شؤون المولوديه الوجديه حتى واحد ما بغى كاين ولا لا السي الرئيس؟ من بعد ذلك انا اقترحت باش ندير واحد اللجنه اللي تواصل مع السلطات المحليه هذه اللجنه كان الدور ديالها الوحيد وهو علاش قلنا في التدخل ديالنا من الناحيه القانونيه مادام اننا منخرطين حتى واحد ما بغاش يشوف النادي وحتى واحد ما عنده الامكانيه باش يدير بالنادي قلنا ودي هذا الفريق اذا قانونيا يمكننا نحلوا الجمعيه لان احنا كمنخرطين حنا هما اللي عندنا الملكيه ديال الجمعيه وديال الشركه الرياضيه قلنا حنا الرقم ماشي ديالنا بوحدنا هاد الرقم كتندار من واحد المدينه وهاد المدينه عندها سلطات محليه تراسها السيد والي الجهه الشرقيه المعين من طرف الحكومه من طرف صاحب الجلاله مشينا عند السلطات المحليه درنا ديك اللجنه اللي تراسها السيد قايدي وكنت متواجد معها السيد الريوح كان السيد كامل حناش وشكون اخر كان معنا خمسين دريس وراه مشينا عند السلطه قلنا انا ما وديهاش شنو كاين شنو كاين شنو كاين شنو قال لنا كان داخل السيد كامل حناش وقال اودي حنا مادا بينا الرئيس يتراجع على القرار ديالو السلطه قالوا لنا سيروا شوفوا مع الرئيس الى قبل يتراجع فمرحبا والى ما قبلش مروا لو بلون بي شنو هو لو بلون بي؟ لو بلون بي حطوا لنا السلطات المحليه كاين ولا لا سي زريو؟ قول لي واش كاين ولا لا؟ عطتنا بلون بي ولا ما عطتناش؟ شوف السلطه المحليه عطتنا بلون بي قالت لنا او 13 من اسماء هذه المدينه اللي يمكن لهم يدبروا شؤون المولوديه قلنا لها ودي انتوما ولا انتوما تطلعكم احسن منا ولكن مع ذلك غادي نمشيو اجتمعنا في مقر النادي مع المنفردات في ربع في عذر او بدون عذر واخترنا قلنا غادي نطرحوا اخترنا مجموعه ديال الاسماء اللي عندها امكانيات ماديه كبيره واكدنا على انه ضروري يكون الجماعه بالنسبه لتاع وجده والمجلس الاقليمي وجهه يكونوا اعضاء هذا الجنه واعطينا الرئيس الجنه انه مش يسلم هذا الملف للسلطات المحليه لان تفاجئنا من بعد اننا توصلوا بواحد الاداره ديال النادي اجي تحضروا راه كاين اجتماع ديال المنخرطين شكون اللي تعالوا شكون اللي ما تعالوش هنايا بقات اللي كان المفروض ان البلومبي السلطه هي اللي تعطيها لان المنخرطين شنو شنو باش تقول اليوم تتفاجئوا مره اخرى نوليو داك الشيء اللي نهار اللجنه المؤقته اليوم درنا لجنه مؤقته اللي كترأسها انت سي زريوح وهذه اللجنه المؤقته تجينا اليوم اننا نجيو وعاود نتجدوا الاعمال تكون اللجنه تكون هذه هذه واش هذه هي السي حسن واش هذه هي ولا لا؟ لجنه الامور تشريف الامور اللي كما قلت اللي نهنيوها لان كانت مجهودات وتذكر الاسماء لا 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 ما تخلطوش القانون يعني نعم كان اللجنه المؤقته اللي بدنا تسير النادي ما درناهاش عن طريق جماعه غير عادي لا انا كيستيغا انا شنو وقع سي حسن الناس محتاجين تخوضوا دي طيب بيناتنا في الوقت ان الناس تعطيها الله يخليكم الهدف ديالنا هو انقاذ الفريق في هذه الوضعيه انا هذا هو الاوبجيكتيف ديالي دابا ما عنديش شي اوبجيكتيف اون سومان تاع لو كومونسمون تاع الشامبيونا حنا باقي مازال ما كاليفينا اللعابه ما درنا والو خصنا شي واحد اللي وهذا هو الهدف ديال هذا الشيء اولا غادي تعطى عن طريق هذا الجمع العام غير الالي الشرعيه اللجنه ولا غادي يكونوا لجنه باسكو عندنا واحد جوج تاع الناس اللي غادي ما يبقاوش في اللجنه اللي هو السي القايدي بحكم انه نائب الرئيس ولا في البلديه دونك كاين شحال سنة فيه ما غاديش يمكن له يبقى وكاينه مدام ساره اللي غادي تسافر ما غاديش تبقى هنايا في اللجنه غادي تمشي لكازا دي بروشاي بوست دونك ما غاديش تبقى دونك اللجنه غادي يكون فيها باش نكونوها ونعطيوها الشرعيه هادشي اللي كاين هادي نقطة تنجمو الأعمال الله يرحمكم الوالدين السي حسن ولا واحد شي ستو هادشي اللي بغيت نقول بور لو با ترو تاردي دونك هادي نقطة تنجمو الأعمال سمحوا لي ربما تاخد واحد الخطأ تاعي أنا ندوز الكلمة للسي رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم Thank you.
وحتى النهاية غادي نعطيو الكلمة أنه النصاب راه كاين دونك النصاب تاع الجمل العام غير العادي راه كاين دونك قلنا كاين جوج تاع لي بوست هادي الاخرى ياك ما تنصرفش يعني انسيست دو نو با ريسبيكت لا كونديسيون دونك عندنا جوج تاع الناس شكون اللي بغا يدخل في هاد اللجنة تصريف الامور نتاع الجمعية الرياضية جودي تخي بيان تاع الجمعية الرياضية حنايا في الاطار تاع الجمعية خصنا جوج الناس يتطوعوا باش يدخلوا لهاد اللجنة سيروان راوي ادريس شكون واحد اخر الاخوان من المخارج راه هذا في استثنائيه من الاخر وعلى الاستاذ شكون اللي بغا يزيد صافي جوج الناس دونك اللجنه غادي تكون نكون سمي راسي انا الاول نزري وحميده سي الوراوي ادريس سي وعلي سي المداري سي كمال بغيت كمال بغيت تحط مرحبا هنا لجنة التصريف ما فيها لا عدل ويستحق ويستحق الجميع سي المداري واش كتكون ان بير بير جون سي با ما بقاش لك خلاص المهم ليك صافي دونك كاين ستة الناس في هاد اللجنة وكنطلب منكم انكم تصوتوا عليها باش تكون وعيانا بشكل قانوني وحتى واحد ما يطعن فيها من بعد الرئيس ديالها غادي نختاروا بيناتنا ولا الا قبلتوا عليا انا هو الرئيس هذا غير باش نوضح لكم راني كنهضر توجو في اطار الجمعية الرياضية الوغ غادي نفوت النقطة الجوجة إلا ما كانش راه مدارو بها سويدا سيد واش كاين شي واحد واش كاين شي واحد اللي كيرفض هاد اللجنة يعني اللي كيرفض اللجنة يعني انتو الإجماع تم تعيين اللجنة فيها ستة الناس فيها زريع حميدة فيها السي مدني فيها السي كمال فيها السي وعلي فيها السي سي عبد الله بن الهاشمي السي بن الهاشمي عبد الله دونك ستة الناس هذوك النقطة الثانية اللي هي انتخاب ممثل الجمعية في الشركة الرياضية هذه ما في الجمعة العامة كنهضرو على الجمعية والشركة دونك كاين جوج دو زونتيتي دو بيرسون مورا دونك كنعينو حيت الجمعية هي اللي عندها الأغلبية تاع الأسهم في الشركة دونك ضروري في القانون كيكون عندنا ريبريزونتون الجمعية في الشركة اللي غادي نكون شكون اللي هذا هو التوضيح هو ان على حساب اللي عنده شراي اخر على حساب الشيء ديالو باغي كيلا ان خص شي واحد يكون من هاد الستة تاع الناس اللي كاينين في هاد الشهر تصريف الامور الجاريه هو اللي يلحقوا انه يمشي للاسوسياسيون وهاد هاد اون فا بريباري ان شاء الله الجبل العام العادي لا خلينا نتاخذ ولكن من بعد هاد اللجنه هادي تصريف الامور هي اللي كتبريباري الجبل العام دونك الاول اللي عندنا ليرجونس باش كان فيه وجو نخلصو لو دي سال باش نديرو خصنا روبريزونتون من هاد الستة يمشي للشركة حالة وحدة هي على رئيس ما نقدرش نمشي باسكو انا موظف كاين واحد تاع كونتاتيفيتي ولا كان يمشي معاهم دونك ما يمكنليش نكون جاي نمشي لسوسيتي عامة اخرى دونك كنطلب من
خمسة اللي بقى لأنه مستعد أنه نعينه في الشركة الممثلة التنجمية فليتبقى. دونك عندنا غادي إلا كاين مكتب تاع التصويت غادي نطالبو نديرو التصويت السري كيما كيتسنى عليها القانون. المرشحين كاين جوج كاين السي الهاشمي اللي عندو واخا أنا غادي نقولها صراحة غادي نرفض إلا ما كنتش مقيم بمدينة وجدة واخا القانون يقولها جا غادي نقولها بصافي. خصنا شي واحد اللي بروجي يكون هنايا. هنايا مرحبا سي بلاد صافي بليزير وسي الورابي شكون اللي بغا شكون اللي في الإخوان في اللجنة اللي بغا يزيد عنده إلا ما كانش غادي ندوزو للتصويت السياسي. كاين السي الهاشمي وكاين السي الوراوي بيس هادو جوج أشخاص دونك الفريقين غادي عملية التصويت سرية غادي نعطيوكم الورق جوزيف واش غادي Thank you.
شكرا لك.